استدعى الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الأرجنتيني هكتور كوبر محمود عواد حارس الإسماعيلي، وذلك للانضمام إلى معسكر الفراعنة ببرج العرب استعدادا لمواجهة أوغندا. كان كوبر قد قرر منح عواد راحة أول أيام العيد على أن ينضم إلى معسكر المنتخب ببرج العرب اعتبارا من اليوم، إلا أن اللاعب رفض الراحة، وكان عواد متواجدا مع بعثة المنتخب منذ انطلاقه المعسكر، ولكن تم استبعاده قبل السفر إلى أوغندا. ويأتي استدعاء عواد بعد الإصابة التي تعرض لها الحضري أثناء مواجهة أوغندا بعد كرة مشتركة مع أحمد حجازي في منطقة الجزاء ليسقط أرضا ويتلقى العلاج، لكنه تحامل على نفسه وأكمل المباراة للنهاية قبل أن تستقبل شباكه هدف هزيمة مصر.